كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لجذب الاستثمارات والشركات الكوريه الجنوبيه الى مصر مع تذليل العقبات كافه. كما أضاف الرئيس أن مصر تسعى لإحداث طفره تنمويه على غرار التجربه الكوريه الجنوبيه. كما أعربت عن تطلعنا الى جذب الشركات والاستثمارات الكوريه لمصر مع استعدادنا لتقديم كافه التسهيلات اللازمه لخلق بيئه استثماريه حاضنه. للاستثمارات الكوريه. وتشجيع زياده الاستثمارات الكوريه في المشروعات التنمويه الكبرى ومشروعات البنيه الاساسيه. وكذا المشروعات في مجالات الطاقه والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهو ما ياتي اتصالا بعمليه الاصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من انجازات في هذا الاطار. والمؤشرات الايجابيه للمستقبل الاقتصادي لمصر وقد اتفقنا كذلك على اهميه تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤيه المصريه الهادفه الى دخول عصر الثوره الصناعيه الرابعه وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق سواء من خلال انشاء فرع للجامعه الكوريه للعلوم والتكنولوجيا المتقدمه او التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومه. خاصه مع قرب موعد الانتقال الى العاصمه الاداريه الجديده. وتطلع مصر الى احداث طفره تنمويه ضخمه في الاجل القريب على غرار التجربه الكوريه الناجحه.